بيت الزراعة بأنطلياس وبرنامج العوافي، ومثل ما عودناكم عم نمرن بكل لبنان تنضوي على الأصناف الزراعية اللي لازم نهتم فيها. احنا اليوم بمنطقة بكاسين، منطقة بكاسين يلي فيها أكبر حرش صنوبر بالشرق الأوسط. أنا هلأ واقف على تلة قشر، تلة القشر هيدي تلة قشر الصنوبر، مشان هيك حبينا نخبر اليوم حبة الصنوبر اللي بتوصل لعنا على بيتنا ليش غالي. نحنا أكيد مع أنه يكون سعره منيح، بس لازم نفسر ليش غالي، لأنه وقت ما تنقطف لتقطع بكذا مرحلة لتوصل لبيتنا مكل في كتير، وخاصة اليد العاملة يلي بيطلعوا بيقطفوا الكويز الصنوبر. وهون بحب أقول شغلة، أنه بعد ما أجوا أمراض كتير أو حشرات كتير فتكت بكويز الصنوبر، بقيت الكلفيه اليد العامله ذاتها، يعني هل العامل اللي عم يطلع يقطف عم ياخذ كلفيه ايده، بس عم بيكون صنوبر من جوا ما في بقلبه كميه كبيره. مشان هيك حبينا نضوي اليوم على مشاكل شجار صنوبر، ليش عم بيكون فيه مشاكل، وكمان رح نتقابل مع دكاتره ليقولوا لنا شو معقول يكون الحل. تابعونا، حلقه كتير حلوه من منطقه بكاسين، يعطيكم الف. أي نوع شجر بدنا نعربش عليه بدنا نكون كتير منتبهين. أول شيء بدنا نكون مربطين، بدنا نكون حاطين حبال، إذا فلتت حبل يكون في عنا حبل الأمان. هيدي عادة نعملها بلبنان وبرات لبنان، بس إلا على صنوبر إذا بدهم يحطوا الحبال، الشبيبة كلها بتقول إنه بتاخد معهم وقت كتير وبتلبكهم، ومعودين على الطريقة التقليدية وما بقى فيهم يفرطوا الصنوبر طريقة سريعة. أنا ضد هالفكرة، أنا مع إنه يكونوا مربطين حالهم لو أخذت الوقت أكثر، بس يكونوا محافظين على حياتهم. الطريقة التقليدية هي بالمعقيلة. المعقيلة هي عبارة عن قصب فارسي، يعني مثل هيدي القصبة طولها 4 أمتار، والقصب بيطلع هون بلبنان، بحطوا لها هالحديدة يلي يقدروا يعلقوها بين الأغصان ولحتى يقدروا يشدوا ويطلعوا عليها. أنا بخاف منها كثير هالطريقة، والله يحمي الشباب كلهم يلي بيعرف شو، يمكن إذا شي مرة فسخت القصبة أو طقت بيتعرض يلي عم بيعربش على مشكلة كثير كبيرة، وخبروني انه صايره كذا مره هالمشكله، فمشان هيك بغيروا الاصبعه على القليله مره بالسنه تيكونوا مطمنين بالهم انه ما فيها اي فصويخ معقول تعرضهم لانه يوقعوا او تنكسر المعقيله على الصنوبره. وهون يعني اول غلطه بتكون اخر غلطه. وبدي اسال كريس اذا بوافقني الراي. كريس، انا بشوفهم عم بيطلعوا، انا بطلع على الشجر وبطلع على البلح وهيك، بس كونوا مربط حالي، يعني جاي بعدي مظبوط القرنة ما بعرف بدلية وكل شيء صح مع اللونج مع الحبل مع كل شيء صح. هيدي بفهم انه بتاخد معكم وقت، او يمكن بتلبككم بالقطف او بالقطش الكويز، بس كمان خطرة على الشخص اللي عم بيطلع ما في شيء معلق فيه، صح. يعني اعتبره هو فوق عطس او صح. طلع عليه جرنون من الشجرة او طلع عليه حشرة حية ما عرف شيء فوق بده ينقذ، معقول يوقع. ان شاء الله ما بتصير مع حدا، بس دائما بدنا ناخد هالفكرة. يعني حضرتك شو بتخبرنا؟ نعم، أنا بخصوص الدورات يلي عملها مثل ما حضرتك حكيت أنه كتير بتلبكنا بالشغل، فنحن أول شيء بيكون ملابسيننا كل شيء سيفتي، بس المشكلة أنه بالحبل لح نكبه كل شيء أمان لح ياخد معنا وقت، فمشان هيك نحن بنستعمل الطريقة التقليدية لنكون عم نسرع العملية. يعني بخلال أنه الشاب بيكون بس عم بيطلع وينزل عم بيعمل مثلا 5 شجرات، بيكون نحن بنكون بعد ما علقنا الحبل لهالدرجة لنكبه للحبل. بحب اذكر انه الاشخاص اللي بتاخذ طلع على الشجره مكلفه، مزبوط، بس كمان ما لازم نعرضه للخطر. نحن اكيد ما بنعرضه للخطر، بالعكس كل الشباب هون عم نعمل لهم انشورنس ان شاء الله. اكيد انشورنس مش معناتها اكيد ان شاء عبول، ان شاء الله انه ما بيصير مع حدا للخطر، بس نحن نستعمل هالطريقه لانه اسرع لنا، وبالعكس يعني نحن كل ما نأخر العملية كل ما يفتح، يعني نحن ما فينا نتأخر بالموسم. نعم. يعني عنا شتاء ما تنسى الشتاء، بس تشتي يعني نحن بنكون معطلين قاعدين بالبيت، فنحن بننطر الوقت الصح لنطلع، مشان هيك ما فينا نكون عم نتأخر، لأنه يعني بعمل هيدا أنا بكون يعني نحن بالحبل بكون أنا خلصت كل موسم. عرفت قصدي؟ في محلات كنت شوف نعم يقطعوا من شجرة لشجرة على المعقيلة، هيدي اللي أكتر شيء بتخوف، صح. يعني مش بس بيطلع عليها أيام زمان والشباب، بعد لهلأ في ناس عم، يمكن ناس نعم. كمية صح. الناس قليل يلي شاطرين عم بيطلعوا أكيد شاطرين، بس كمية الناس يلي
عم تطلع على الصنوبر عم نفتش عليهم لانه صاروا قليل، صح ما بقى في منهم كثير. 100%. فانا بدي اقول لك يعطيك العافيه ولك العافيه، وضلك بهالهمه والله يعني، يحمي بس الشباب انتبه على كله. الشباب بركي تحط لهم شيء دايما والله للشجره، الله لا يقدر اذا قلب او شيء. هلا بدنا نشوف كيف بيعربش عليهم، اكيد بس ما يعربش بسرعه، لا بدنا نشوفه اكيد كيف عم بيطلع اهله، هيك صح شوي شوي. يمكن هيدا بتشحيل تتركون قصدا صح هيك نحن طالعين هيدا صح فيقدروا بتركوه يحطوا ليقدر يحط اجريهم. اجره، صح نعم وهو بس يحط المعايله، بس يحط اجره اكثر شيء بيشوفها، اذا كانت يابسه تنكسر باجره احسن من ما يكون عم يتكمش فيها وتطلع يلا بدنا رفع. نقول له فهلا للشاب حيفرجيك. الله يحميك، تفضل نشوف كيف بدك تطلع، بس بدك تعلمنا نطلع معك كمان. اوكي هون عم يجرب يلقطها على فند صح انتو قاصينه. 100%. بدها مهاره جسديه صح. يعني ولياقه بدنيه مش هينه ابدا جد والله. اذا طلع له شيء فوق حشره او شيء حي قاعده فوق بتنقذه بتوقعه. هلا هون عم نحكي شجره قد ايه علوها تقريبا؟ تقريبا علوها بالخمس امتار لاكثر، بالعشر امتار. 10 امتار نعم هيك ما فيش 10 ثواني صار بكين فوق صار يعني. اسم الله منه هين ابدا. صح نحن وصغار كنا نقطف الكويس الخضر نحطهم مع ملح وناكلهم، صح يبقوا في ناس هيك بيشوون كمان، صح مش معقول بيشوون؟ نعم والله بيحطوهم وبيرجعوا بيحطوا لهم ملح وبياكلوهم. بتدور منقل هلا يلا اكيد اكيد صندوقهم مشويين هذا شيء جديد لنا. لا جد نحن كنا مساكن منطقه الفنار وكان عندنا اشجار هيك كبيره، في محلات تبقى نقدر نوصلها للشجره لانه يكون في تلة رمل عالي، لا كنا نقدر نقطفها من جوا. صح كنا نكسرهم ويعني نفتحهم طيب كثير وناكلهم مع ملح كانوا كثير طيبين. يعني شجره مثل هاي خس العين طلع عليها بطريقه. ايوه لحظه بدك تنزل شوي شوي لنفرج عليك دقيقه، فرجينا كيف عم بتعلق. اوكي فيك توصل من شجره لشجره بالمعقيله؟ اذا كانت قريبه، اذا كانت قريبه نعم، بس اذا كانت بعيده لا. لا كل اللعبه انه الاغصان اللي تعال على القصينه هي اللي بتساعده. صح يعني اذا قصينهم على القد طب معقول يهتروا على المي ويكون مثلا بيطلع بالمرور تحت الوقت اجره؟ بالمرور الوقت بتخف، بس أوكي. انه على طول نحن بنترك كذا وحده، يلي بتروح بيكون في وحده بديله. اوكي اوكي لانه بعد الوقت بدهم يروح. صح اكيد يعطيك العافيه. هاي المعقيله الحديد طبعا معمول بلبنان؟ صح اكيد كله معمول بلبنان. سلم ديتك. حتى القصب معمول بلبنان، قصب ما فيها وزن حتى. صح ما فيها وزن، ما فيها وزن. لما يحس بالتقل هو عم بيطلع، صح وهو عم بيحمله بقلب الشجره يعني. هلا تسلي طلع ونزل يعني شغلته. هلا فهمنا انه كيف بيعمل 10 و20 شجره بالنهار. 100% منه هين. انا بدي اقول لك ميرسي كثير، ميرسي كثير يعني حابين نطلع بس ما بنسترجع. اهلا وسهلا. بدي اقول لك ميرسي كثير. حضرتك بتطلع بتعرفش عليهم ولا مره؟ ولا مره. انا بنصحك ما تجرب، خليها لاقربابها لحتى تضل متابعين. صح ميرسي كريس، واكيد بدنا نشوف بعد شو في اشياء جديده عن صنوبر نورونا فيها. اكيد اهلا وسهلا. بتوصل حبه الصنوبر لعنا على البيت اللي هلا صارت كنا نشتريها بالكيلوات، هلا بالوقيه وبالنص وقيه، ان شاء الله ترجع ايام نشتريها بالامتار مش بالكيلو بس. تقطع بمراحل كتير كبيرة، وهالمراحل رح يخبرنا عنها دكتور عصام تيقلنا كيف تبلش من الشجرة لوقت ما توصل وتتعبى بالكيس. نرجع نعزبك معنا دايما. أهلا وسهلا، بسطنا كتير بالمعلومات اللي عطيتنا إياها، وأكيد هون بدك تخبرنا هلأ على الشجرة. صحيح. كيف بنقطف الكوز؟ بأي مرحلة بيتفتح وكيف بنوصل؟ صحيح. نحن القطاف على الصنوبر هو شغلة، المشكل تبع انه فيها خطر لانه بدك تطلع على الشجره وتحوش من فوق. صحيح. فاللي بنطلع بنحوشه هو هيدا الكوز، بيكون قبل ما يتفتح هيدا بنشيله على الشجره. فيه وزن؟ اكيد فيه وزن، وهيدا كل الحبوب بيكونوا بقلبه. اتقل من الحجر. صحيح. من بعد ما نخلص قطاف ساعتها بنحطهم بالشمس مثل هيدا الوقت مثل الايوه وطالع تيفتحوا تيصيروا هيك. سالتك سؤال قبل، ليش ما بنترك الكوز يتفتح على الشجرة؟ لأنه بيوقعوا الحبوب منه من الماء. صح. فنحن لناخد كمان كان في جواب كتير مهم. إذا ما شلنا القديم عن الكوز القديم عن الشجرة، الكواز الجديد عادة ببطل تحمل الشجرة لأنه بيضلوا الكواز عليها. هي هيدي كتير مهمة. مفترض إنه ينشال كل الكواز القديم عنه. من بعد ما نخلص بنشيل الكواز، بنشيل منه الحبوب،
هودي الحبوب بيجوا لعنا لهون على هيدا المعمل عم بتشوفوه، شغلتنا نغسل هيدا الحب تنشيل الشحطايه عنه مشان تشوف في عليه شحطايه. هو في مكنه كبيره هو بتقطع شغلت صغيره الغساله، هيدا الشحطايه شغلته يعمل حنايه للحبه، لهيك من ورا هيدا الشحطايه فينا نخزنه 7 سنين ما بصير له اي مشكل، اذا بعيد عن الرطوبه اكيد، اذا بكونديشن تخزين جيده فينا نخزن لمده 7 سنين. سبع سنين حبه مثل هيك، حبه مثل هي هيك سوداء. اوكي، من بعدها وقت اللي بدنا نكسر نجي بنغسل الحبوب بنشيل عنه الشحطايه. هودا كان مغسلين، هودا مش مغسلين، هودا مغسلين. طيب بين الفرق باللون، فرقت منيح اللون أكيد. بين مغسلين ومش مغسلين. بالغسيل بنغسل بنشيل عنه الشحطايه الاسود مشان ما الحب الابيض ينجو من الاسود، وبيجوا على هيدا المكنه. هيدا المكنه فول ستانلس ستيل لانه نحن بنصدر بيات لبنان، فلازم تكون عم تشتغل لانه هيدا بالفاينل لبنان كمان بدنا نعمل شيء منيح. ايه، فبنكون عم نعمل اذا بدك يعني عم نحط عم طابق الستاندرد العالمية. فهون عملية التكسير بتصير على 8 مراحل لانه نحن بنبلش باكبر قياس، لانه مثل ما انت شايف فيهم فيهم قياسات كبير، بنبلش باكبر قياس وبنصير ننزل لنكسر اصغر قياس. فالعملية هون بتصير 8 مرات صحيح. هودا اذا بتلاحظ هون في محادل، هودا المحادل نعمل لهم كاليبريشن، الحبوب بينزلوا من هون، بنكون هون موسعينه عن بعض، بعدين بنصير نضيقهم 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 لنظهر على اخر. 8 مرات عم ترجع تمرقهم، صحيح. بتاخذ وقت؟ بتاخذ وقت تقريبا شيء 3 لـ 4 ساعات حسب الكميه اللي عم بتكسر. قد ايه الكميه بتشيلها باربع ساعات؟ بهيدي المكنه فينا نشيل تقريبا شيء طن. عملنا هيك طن، طن ابيض. لا، ولا طن كسر. أسود. طن اسود. عادة لناخذ الابيض هي بنقسم الاسود على 5. نقسم الاسود على 5. يعني طن اسود يعني هن 250 كيلو ابيض. صحيح. هون كسرنا. نعم. بيطلع عنا الابيض. بيطلع عنا الحب الابيض، هون مثل ما بتشوف هذا اللي بيتكسروا، نحن بالعاده فيهم ياخذوهم على بيتدفوا عليهم بالشتاء او للفحم، او في ناس هلا عم تستعملهم بقلب بستينهم بفلشوهم مثل المالش على الارض. اوكي. هون بيستفيدوا ما بيطلع بقى كثير حشيش، بخففوا الصغير، بخففوا الصغير لانه بتسكر شوي، صح، بتحافظ على ما في توخيه. هلا من بعدها بيطلع الحب الابيض، الحب الابيض بيطلع مخلوط مع الخشب، هون بيتنقى مانويل على الايد، فبيجوا الصبايا هن بنقون حبه حبه بشيلوا، لانه كمان بيكون مثل بكل انواع النطس بيكون حب محنن بشيلوه على جنب وبننقي الحبوب المنيح. بحنن من ورا الرطوبه، بيكون محنن من وقت التخزين بالعاده او أوكي. بيكون في مشكل على لكن يعني هو بس يطلعوا مع بعضهم. المكنه يلي بتهوي شو شو هي شغلتها؟ تفصل الحب عن الخشب، بس كل المكنات ما فيهم يشيلوا 100%، بضل في قسم بنعمله صوتين نحن على فكرت عليك. كميه كبيره بيشيلوا صبايا بيتعب اكيد، بس لا الاغلبيه بدك تشيله على البيت. طب هون عم شوف كذا كذا باب، لانه هي بقلبها جوا 2 3 4 5 5. فهي هيدي اول باب هون بيطلع لك الخشب المكسور. اوكي. تاني باب بيطلع لك، ببلش يطلع حب بس مخلوط مع خشب، بيطلعهم باي سايز، يعني في فرز لك هون شوي قياسات لا توصل للاخر. كل شيء ما انكسر بينزل مثل ما هو، ساعتها بنرجع بنجيبه بنحطه هون بنضيق وبنرجع بنشتغل. هيك بتعملها كذا مره لحتى ترجع. انا انت هن عندك 7 قياسات بصنوبه فبتشتغل عليهم كلهم. لا اكيد بالقياسات بصير شيء اغلى ارخص. صحيح، وأرخص. لانه هو الصوبة بيصنف اذا بدك A بلس A و B. الطعم زيتها والغذية زيتها والنوعية زيتها، يعني الحبة صغيرة معقول تكون منا كاملة يعني؟ لا، حبة صغيرة بيكون حجمها صغير بس هي نفس الطعمة ونفس الشيء. اذا بتحب تدوقهم هون احنا لك هيدا حبة كبيرة وهيدا حبة صغيرة، دوقهم بس زيت الطعمة يعني. صحيح اكيد. وهون عم نحكي هيدا هو الحبوب بيطلعوا بزيت الكوز، يعني أكيد. زيت الكوز، زيت الكوز رح يكون في بقلبه حبة كبيرة وحبة صغيرة. صحيح. اوكي، يعني محل ما بيكون في حبتين حد بعض رح يكونوا شوي اصغر، محل ما بيكون في حبة واحدة بيكون اكبر. هي هو الحب لسه لهم مخزنين؟ هودا تقريبا له شي 3 سنين. اوكي. لانه بطعمتها عم استطعم الاخضر. صحيح. يعني كانه بعد فيها بتضل نفس الشيء طول ما هي هيك منا مغسله، بتضل 7 سنين ما بتغير فيها شيء اذا مخزنه بطريقه مضبوطه. انا بدي اقول لك ميرسي كثير. اهلا وسهلا فيك. ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. هلا بدي بس دور المكنه مشان هيك نحن عملناها نحن وطفينا. في قبل بوجه هالمكنه في الغساله يلي بتغسلهم، بس كمان بتشبهها لهالمكنه هون هلا بتبين معنا، وعندنا كمان يلي بتفصلهم. صحيح. بدنا ندورها هيك تنشوف صوتها للمكنه مقبول كثير بمحل مسكر وبالكميه اللي بتطلعها. تفضل. مقبول. ايه مقبول. صوتها منه كثير مزعج يعني. هلا هو بعد نحن في تربين نسحب كمان كل شيء غبا يبقى وتفوت لجوا وقت ندور، مش بس بنشتغل على هيدي المكنه. في هيدا التربين اللي بتشوفه هونيك هو كمان شغلته، اذا في اي نوع من الغبا كان بعده معلق على هيدا شغلتها يسحبها مشان نضمن انه الحب الابيض يطلع نظيف 100% وما فيه عليه ولا اي شيء
مشكل ولا اي شيء ملزق ولا شيء فارق باللون. انا بقول لك ميرسي، اهلا وسهلا. واي حدا بيريد ياكل من هيدا الصنوبر رح يكون موجود ببيت الزراعه بانطلياس، رح ناخذ من منطقه بكاسين ونعرضكم ياهن عنا تالناس تستمتع بهالطعم الطيب اللي دقته انا هلا، لانه عن جد لو قال له 3 سنين بس كانه مقطوف هلا عن الشجره. اهلا وسهلا فيك، بقول لك ميرسي. يا هلا يا هلا شايف، يا هلا اهلا وسهلا. كل منطقة بلبنان تفتخر بإنتاجها، كل مناطق لبنانية عندهم إنتاج أو ضيع عندهم إشياء بيشوفوا حالهم فيها، إلا منطقة الكاسين كل لبنان بيفتخر بإنتاجها، مش بس هي بتفتخر بالإنتاج اللي بتعمله من أصناف سنوبر تحديدا. ومش بس هيك، ناسها وشعبها شيء كتير كتير غير شكل، ما بنقدر نخبركم قد ايه استقبالهم حلو، قد ايه طريقتهم حلوه بالشغل، قد ايه عم نعذبهم تيعطونا المعلومات، يعني عم بيعطونا نهار كامل لقلنا تيعطونا المعلومات تيخبرونا كيف حبه الصنوبر الطيبه توصل على بيت كل لبناني. وهلا مع استاذ جاد حرب عنده مكسره كتير كبيره، عامل مكانات هو مش مصنعها عنده بس طلبها على طريقه اللي هو بيكسر فيها الصنوبر، رح هلا ناخذ من وقته ويعلمنا ويخبرنا شو الطريقه اللي عم يعملها تتوصل لعنا اطيب حبه صنوبر من منطقه بكاسين. بونجور استاذ جد. بونجور اهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه. يعني اسمع لحولك بضلك تنغل بهالمكسره، تعبناك عم تشتغل شغلك وبذات الوقت عم ترد على اجوبتنا. هلا كمشناك بدك توقف معنا لحتى تخبرنا على المكنه، شفنا مكنات بغير مكاسير، هاي المكنه يمكن طالب اشياء زوايد فيها حضرتك تتسهل لك شغلك، يعني الحبوب بيطلع طلوع بيرجعوا بينه والبرمي. خبرنا شوي ليش قررت تعمل هالطريقه، اكيد تتسهل شغلك، وكيف اجتك الفكره يصير عندك مكسره. هلا هي المكسره موجوده من زمان، هي مصلحه كثير قديمه، يعني جدي بيرجع بي بيرجع انا، المكنات تقريبا ذات السيستم كله سوا، بس نعم. كل واحد بيطور عليها حسب شغله، حسب شو بده توفر شغله ويدعم قد ما فيه بيستعملوها غير محل. هاي المكنه تقريبا كلهم ذات السيستم بيشتغلوا، عندك الحبوب، حبوب الصنوبر اللي هو بعد ما يخلصوا ويتفقوا ويتغسلوا وينبلوا شوي بالمي تيطروا بفوتوا على مكنه. هاي المكنه ليش بنبلوا بالمي تيطروا؟ شو بتقصد؟ مثل اللوز على فكره، هي كمان كيف تكسير اللوز حتى باهم معامل باهم المكانات، بدها تطلع شوي حبه من جوا لانه سيستمه كله عم بيضرب مع بعضه وعم يعمل كراك تينزل. اوكي، لانه هي مغلفه بقشره كثير سميكه وقاسيه، بس تعمل كراك خليها يكون في عندها شويه فلكسبيليتي حبه البيضاء لما تفرط. نعم، بس عادة بس بتبلها بالمي قد ايه بتبلها؟ يعني 24 ساعة، ساعتين؟ لا بتبلها تقريبا شي ربع ساعة نص ساعة بالمي. بس بتاخذ رطوبة شوي حسب البضاعة ونشفتها، يمكن تكون هي أصلا طرية بعد ما فتحها طازة، وبتنبل بتشرب القشرة من برا، وتقريبا بدها شي 12 ساعة بتفوت شوية رطوبة لجوا بتعطيها ليونة للحبة البيضاء تترجع تفوتها على المكسرة وتكسرها. طب إذا فاتت الرطوبة على الحبة البيضاء لجوا مش معقول تعمل عفونة بعدين؟ لا أبدا، هي عملية 12 ساعة وشي كتير نورمال، وبترجع بتنشفها من بعدها ديركت من بعد ما تكسر، بترجع بتتنشف تصير الرطوبة تقريبا زيرو، وبترجع تعلبها تنقيها وتوضبها. بتنشفها حضرتك على الشمس ولا في مكانات تنشفها؟ لا هل بالصيف كله على الشمس، ولا بدك تعطيها دفى بالشتاء تترجع تنقيها. كنا شفنا قبل محل ما كنا بالحلقه السابقه انه الكوز بس يقطفوه بحطوه تقريبا 10 15 يوم تيفقع صحيح ويطلع. نحن بس نجيهم لهون شو بتبلش تعمل بالكوز؟ يعني جبنا المكنه صحيح، في اكيد محل كمان سوى هي مالنا مكنه واحده. اوكي بيجي الكوز هلا تقريبا بايار، اغلبيه العالم تبقى مقطفه كل الشتاء، ببلش من تشرين تقريبا لقدر حسب الطقس حسب ما يتفتح. تشرين لقدر مسافه، هذا وقت القطاف، بنضب الكوز طريقه معينه برا بضل على طبيعته يعني تيوصل مثل هالوقت. بس نقول طريقه معينه يعني بقلب كيس جنفيس ولا بدل بقلب كيس يضل مهوى برا عالي شوي على الارض، ضل مهوى برا تيجي وقت يفتح على طبيعته هو برا. نعم. بينفلش بالشمس بيفتح الكوز، بس أوكي. يفتح الكوز هون ببلش شغلنا نحن. وصلوا لعندك؟ وصلوا لعندك، بيوصلوا على ماشين. اوكي. هلا بيوصل على ماشين الكوز المفتوح. أول شيء شو بتعمل؟ على المي، على الغسيل؟ لا لا، أول شيء الكوز مفتوح. بده يوصل على المكنة. اوكي. بفوت بالمكنة. مش هي اللي واقفين قدامها، مكنة تانية. اوكي. اوكي. المكنة بتكسره، بتشيل الحب الأسود على جنب، والحطب بيروح على تاني ماي. صح. الحطب بيروح بينضب للتدفئة للصبيات وهيك.
روح قبل الاسود بيرجع لحاله. خبروني سعره حلو بال 200 دولار منيح تقريبا يعني منه عادي. ايه من بعدها حط جبت الحبوب. من بعدها انت شلت الحبوب الاسود على جنب، اوكي. بتجي وقت التكسير تشيل منه الحبه البيضاء، اوكي. بهيدا الوقت بده غسيل لانه غبرته كثير سوداء، وعلى فكره السنوبر كله غبره وين ما تشتغل فيه غبره. هيدي غبره منه وفيها منه وفيها هي مش انه من برا. لا لا منه وفيها الغبره السوداء هي بتغلي في الحبه السوداء بالعكس بتحفظه يعني. نعم بتغسله بتشيل منه الغبره السوداء. احلى ما تخلط الغبره السوداء بالكساره هون، اوكي. لما تشيل الغبره السوداء وبيضاء يعني شوف كله غبره واسود تطلع لك حبه بيضاء تصير الحبه بشعه بعدين. صحيح بتشيل منه الغبره السوداء بهالوقت انت عم تغسله بكون اخذ رطوبته اللازمه بتضبه لتاني يوم هو يرتب كله سوا مثل بعضه. وهون بتكسره وفوت على الماشين اللي هون، اوكي. هون بهالماشين او بهالمكنه شايفين يمكن عندنا 5 مراحل. صحيح، اوكي. ليه 5 مراحل وكيف بتكررهم يعني؟ شفناها عم بتدور وتبرم وتدور وترجع يقطعوا 5 غرابيل وعندك 7 ادوار بده يمرقوا الحبوب لانه ما في حبه بقياس ثاني، اوكي. اوكي حتى من زيت الكوز ما في حبه بقياس. لا لا ابدا ما في حبه بقياس ثاني. بتبلش من حبه اكبر حبه تقريبا قياس 12 13 ميلي بيبقوا المحيط اللي عم يعملوا كراك لها عم يكسروها بعيد عن بعضهم. اللي بيتكسر بيتغربل هون على الغرابيل 5 غرابيل صغير وسط اكبر اكبر اكبر. اه في منهم ما بيتكسر. لا اه مش هيك عم بيتكسر يعني. اكبر شيء حسب عيار المحادي اللي عم بيبنوه بيرجع منعيدهم بنضيق لهم شوي صغيره بتبلش بيكون منين بدي لهم بيقطع بكلمه بيردوا من هون بيرجع المحادي بنكون ضيقنا لهم اللي هي نص ميلي اما ميلي ماكسيموم تيخلص تنوصل ل 5 ميلي اخر دور بيكون، أوكي. وهو اصغر شيء بيكون عاده او بالايام العاده بغير هالايام يلي فيها مشاكل حشرات بقى بقولوا يعني هلا حسب خبرونا انه صارت احسن من 2-3 لورا. ما كثير ما كثير. ايه ما صار ان شاء الله بتصير. ايه ما كثير. عاده طون الحب قد ايه بيشيل حب ابيض؟ طون الحب الاسود الصافي يعني شايلين منه الفاضي مثل ما تفضلتوا شفته برا بس نحط بالماء يعني الفاضي لبرا، اوكي. اوكي بيبقى عندك صافي طون الفاضي بيعمل لك ابيض بين 200 و200 وشوي كيلو حسب كبر الحبه وصغر الحبه ونوعيه الحبه، اوكي. هلا شفتكم مره من بعد ما غسلتون بالوقت الغسيل في شيء عم بيفوش. صحيح. ليش عم بيفوش؟ هذا عم بيفوش لانه قلبه فاضي، فاضي من جوا. هيدي الحبه فاضي. ايه نعم. الحبه السوداء المبرومه قلبه فاضي. نعم. قلبه فاضي يعني فيها هواء بس هو حكمه ما تفوش مثل البنو. ساعتها بتشيلون وبتشيلون بنردوا على الحطب يعني بيبيعوا حطب اما شيء احلى ما يفوتوا على الكساره هون ويكونوا عم كسر على الفاضي، عم كسر الحطب. قطعوا بالمكنه صاروا قطعوا 7 ادوار طلع عندك 5 اصناف. صحيح. كيف يعني توضيب كيف بيكون؟ بتخلطوا نوعين مع لا بعض من ولا كل واحد كاليبر كل واحد صحيح. عيار اوكي صحيح. شو العيارات الموجوده؟ عيارات عندنا 3 قياسات صغير وسط كبير تف تف. ليش عندنا 5 لكانت ربيع بالمليمات هون اغلبيته حطب هو 2 اه وديك حطب اوكي حطب تنوضحها اكثر تنعرف اوكي انه قشره صغيره بتنزل بغربال تنوفر عليها تفوت مع الحبه البيضاء يعني مكنه 5 غرابيل صحيح 7 دورات 2 منهم حطب 3 منهم حب ابيض صحيح يعني في عندنا 3 قياسات صغير وسط كبير بيفرق كثير بالاسعار فين عارف بالكاليبراج قديش بالاسعار بيفرق شي 10 دولار بالكيلو تقريبا بالكيلو صحيح اوكي وبالكاليبراج قد ايه يعني 3 ملي 5 ملي مرات عامل اللي بتفرق يعني عندك ال 5 6 ملي تقريبا هن الزيت وال 7 و8 هن الزيت هون ال 8 وال 9 مرات بيوصل لل 10 ملي هذه الحبه بنقول نحن هون فقش حبه كبيره مدوره اوكي خلصنا كل شيء ووضبنا شو بنعمل بعدين ما خلصنا هون تكسير بنمرق سورتنج نحن هون بنعمل سورتنج على الهواء قد ما فينا بنخفف يد عامله وتنقي على الايد اوكي اوكي حرام يد العامله يجيبوا شو لا قد ما فينا عم نجيبه نشغله غير محله كله مكنن يعني اوكي بيرجع الفاينل سورتنج رح تكون على الايد لانه اكيد بدك بس قبل هالمكنه هذه اللي دليتنا عليها هلا هي بتكب هواء بتشيل الورق على جنب يعني القشره على جنب والحبه على جنب الورقه هي بتجي فلات بيشيلها الهواء بيعمل فلوتمون اكثر بيشيلها من قلها ثاني مال الحبه المبرومه قد ما تكب عليها هواء بتضل تبرم ما في فلوتمون عليها بتنزل هون قد ما فينا بنعمل سورتنج هواء عم بالله خلصنا من هالمكنه صرنا عنه هون خلصنا هالادوار صحيح رحنا على مكنه ثانيه شالت القشره صحيح خلت الحبه بضل في ما بتشيله 100% بيبقى في بدك يد عينيه تشيلها 10% هيدي اصعب شيء صعبة ايه سنوبر يعني شفنا الصبية حطتون على ماشي صحيح. وعم تفرق فيهم في منهم رطبين جوا بيكونوا ايه اكيد من بعد تكسير بيطلع قسم رطب بيرجع بينفرش على السراد بيتنشف تطير منه رطوبة لانه ما بيسوى تخزن رطوب بس لما يكون عم تفركهم بايدها هيدي بيبقى بيكون عليها بعده رطب ولا لا؟ ما ضروري ما ضروري في يكون رطب وفي يكون مش رطب حسب الوقت شلناه من هون لهونيك يمكن بعتقد دغري بينشف يعني انا تخيل بس بدها تفركهم بدهم يتكسروا الحبوب بصير منظر لا بالعكس جوهر مش على الشد وهيك فرق لانه حتى الحبه البيضاء بيبقى عليها كوش مثل غبره شقره هي كمان بترجع بتطلع معه يعني صرنا هالمراحل كلها تيوصل على تعبئة
مظبوط. شو اكثر شيء تعبئه عم نطلب لبنان؟ يعني قبل كانت ناس تشتري الصنوبر بالكيلو، صحيح، بعدين صاروا بالنص كيلو، هلا شفت عندك كيس صغار كانه 50 جرام 100 جرام، اغلبيتها بورسيونات صغيره هلا عم بتصير، لانه بتعرف قد ايه كيف بيشتغل. شو اكثر شيء عم ينطلب؟ هلا هو بينطلب يعني بالقيه، هلا اسم الله انا وشباب اكلنا كيلو هيك، فصحتنا طيبين وحضرتك كل شوي منيح طيبين. اوكي، بورسيونات صغيره ايه عم تنطلب، اكثر شيء بينطلب من التجار مش من عندنا هون، بده يجي بياخذ نص كيلو، كيلو 2 كيلو 3 كيلو، ولبرا البورسيونات عم بتكون 500 جرام 1000 جرام. اوكي، اذا بدنا ندل حدا على كاسين بدنا نقول له يجي ياخذ صنوبر، انا رح ناخذ معنا وحنحط ببيت الزراعه بانطلياس، تكون منتوجات كاسين موجوده ببيت الزراعه بانطلياس. هلا حضرتك بيت الصنوبر شغله حبيتها كثير، الاسم عجبني، هوم اوف باين، صحيح صحيح. قديش صار لكم مؤسسين هون تنخبر شوي عنكم، لانه يعطيكم الف عافيه يعني من جد لبيك ولحضرتك، بس قديش صار لكم هيدي فكره بس ناخذ عنها؟ قلنا فتره طويله عم تحكي من 50 سنه يعني، نحن من اول ناس شغلنا بالصنوبر كعائلتنا يعني بعد حرب. أوكي. هون يعني عم بقول لك جدي شغل فتره كثير طويله، رجع بي رجع انا هون عم بحكيك عني انا صح. مبسوط فيها؟ عم بتحس انه في مردود؟ انا بعرف حضرتك بغير حقل كليا، صحيح، بحقل المحاسبه ومكتب برضه هيك، بس ربيان فيها يعني، ما هي ذاتها وعندي نظره فيها يعني. لا انا ما بقول نظره، بقول كتعب وهيك عم تلاقي يعني مش بتعطيك مردودات؟ مش عدابة مقبوله بس مش قدابل يعني. من وراء الحشرات اللي ضربت الاشجار او في شيء من وراء كل شيء، وضع اقتصادي وكله هودي كله سوا بياثر كله علينا يعني. بس نزل سعر الصنوبر نزل قبل كان وصل لل 100 دولار، هلا عم نحكي 40 50 60 عم نسمع. هو فعليا سعره حرام يكون يبيع كيلو صنوبر تحت 60 70 دولار يعني، بس هلا ملزمين بخصوص الصنوبر التركي لانه يعني سعره كثير رخيص. نعم. عم بيجي كثير على لبنان بطريقه شرعيه او غير شرعيه يعني، عم يفوتوا على اساس فاصوليا او محمص يعني، كل جمعتين بنوقع 2 طن 3 طن جايين من تركيا على لبنان بسعر 32 دولار، هون نحن واقف سعرنا سوقنا الجمله واقف يعني. سؤال فيك ما ترد، فيك ما ترد علينا حضرتك، انتاجك السنوي قد ايه تقريبا؟ كل سنه شيء يعني. اوكي، بتبلش السنه يمكن عم دق ال 10 طن ابيض لهلا. 10 طن ابيض شغله اسم الله شغله، ايه بس كوراج يعني. 10 طن ابيض يعني عم تحكي قد ايه عندك رول ما باردون، قد ايه عندك مسافات شجر؟ يعني قد ايه بتضمن حضرتك تيطلع لك؟ انا اغلبيه شغلي بشتري من هون، بضاعه بتعجبني بجيبها بشتريها منتجها ببيعها. اوكي، صحيح. يعني مش كلها من بكاسين، فيك تجيب بلا اغلبيتها من منطقه من هون، اغلبيه 90% يعني من منطقتنا. بدي اياك توجه لي كلمه للناس يلي بتحب سنوبر، شو بتنصحهم؟ للناس يلي حابه تفوت على هالمصلحه تزرع، مش هلا تزرع لسنين لقدام، شو بتنصحهم؟ هلا هي الزراعه هي اهم شيء، عم نحكي بالزراعه مثلا بالجنوب ما كان حدا يعرف، بالجنوب عم نحكي من هون ونزول صوب نبطيه وكذا، ما حدا كان يعرف شو الصنوبر، بلش تزرع البلديات من زمان وبلشوا ينتجوا، هلا صار انتاجهم تقريبا كثير مهم يعني، صح، كثير كبير. فشجره حلوه بنصح كل العالم يزرعوها، ما بدها كثير اهتمام وكثير حلوه وبياكل منها. صحيح، ولقلو لاولاد ولاده ولاد 100% نزرع لاولاد ولاده اليوم الصغيره بتعيش يعني بتعيش. صحيح، ودائما مثل ما ذكرنا قبل انه شجره الصنوبر ببلش انتاجها على ال 25، بين ال 15 وال 25. صحيح، بتبلش مش غلط انه بلش نعمل تشجير للصنوبر بعد هالافات اللي عم تيجي، في اشجار عم بتموت، مين بيعرف اذا رح يصير في مشاكل اكثر بالحشرات، فمش غلط. وهذا للطبيعه، الفي والهواء نظيف وكل هودي. هلا بعد ما نخلص هون بدنا ننزل نشوف برا كيف عم تعملوا القشر تبع صنوبر تتعملوه حطب، وكيف بتوضبوه، كيف قد ايه بياخذ معكم شغل. بدي اشكرك استاذ جاد عن جد، يعطيك انا بدي اشكركم، يعطيك وبشكرك لاستقبالك كثير حلو، وعلى اهل كاسين كلهم اللي استقبلونا بطريقه غير شكل. ثانك يو استاذ جاد، رح ننتقل لك. يا تفضل. بكاسين من بيت الصنوبر هوم اوف باين، اسمي كتير حلو عجبني، علق براسي، واكيد بس بدي صنوبر رح اجي لهون واخذ صنوبر من عند استاذ جاد حرب، لانه عن جد ما بتلحق تحكي معه بكون جوابه دغري بمحله، بيعلمنا على كل شيء، فسرنا بطريقه كتير حلوه على كل المراحل يلي بيقطع فيهم الكوز. بس هلا نحن حشريتنا اكثر واكثر، من بعد الكوز بدنا نعرف شو بيعمل فيهم، وين بيروحوا، وكيف كيف الناس بيجوا بياخذوهم من عنده. استاذ جاد يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. يعني عن جد ما بينشبع من المقابله مع حضرتك، هيك جوابك دغري سريع واضح ودغري على النقطة اللي بدنا اياها. حامل بايدك هذا الكوز، بس حبيت اقول شغله قبل. احنا وصغار كانوا يجيبوا لنا كويز ويعني حتى نرسم عليهم او نعمل فيهم زينه. الي يمكن 20 سنه ماني لاقط كوز سنوبر هيك بايدنا، فشغله كثير حلوه، واكيد مشجع الكل يحطوا الكويز كزينه ببيوتهم قد ما حلوين. خبرنا شوي عن هذا الكوز. هذا الكوز كان هذا الكوز.
نعم اوكي فيهم وزن ايه، هيدا في وزن اكثر، هو صح وزنه رطوبه، هيدا اللي بيتقطف كنت سبق وقلت لك من شهر تشرين لتقريبا صار 3. نعم اوكي، هلا وقت ينحط بالشمس تصير هيك، اوكي هو بيفتح لحاله، هيدا ب 15 يوم بكون بفقع تقريبا، مرات اقل مرات اكثر حسب أوكي. الطقس يعني حسب نشاف الطقس. اوكي هيدا صار هيك، اوكي هون ببلش شغله. كيف بنبلش؟ شايف المكنة الكبيرة هون؟ صحيح. بس خبرنا شوي هيك، هيدا بفوت على المكنة. نعم مثل ما هو المكنة بتكسره. اوكي شايف الحبل الأسود هون؟ صحيح بتطلع هو لحالهم، صح، وحبة كبيرة كمان. اوكي كمان شفنا منهم قبل، وبتفرمه بتطلع هيدا لب الكوز. اوكي هيدا بقلبه، يعني هذا كله بيروح بضل فيه هي. صحيح اوكي بضل فيه هودي، هو أجمل شيء بالخبرية، هو تبعوله هو للتولية. اوكي اوكي فكرتوا تعملون لشيء زراعي مثلا؟ لا شيء زراعي بعده عم يجربوا، ما ينهرموا ينعملوا شتري، في منه بتحطوا بالجنينات. نعم اذا ارضه شويه دلغان وهيك ما بتنفس بيخلطوا بالتراب بيعطي شويه نتيجه بعد ما يتختخ يمكن بعد ما يصير طري. صحيح بس اغلبيته بياخذوا على طول يعني بولعوا. هلا صار في صناعات شوديرات على الحطب بدل المازوت، صحي اكثر بكثير من المازوت واوفر بكثير من المازوت، عم بيستعملوها مزارع كبيره مثل مزارع البقر، مزارع الدجاج، وحتى مكاتب يعني مناطق جبليه عم بياخذوهم من عندكم، بياخذوهم بالطن. صحيح حوله بالطن وشاديير، يعني هالمسافة تقريبا كم طن؟ هالشي 6 7 طن بعدين. مش هينة يعني، هون عندنا 1200 دولار بالأرض يمكن هيك شيء كيف بقول هيك بالطريق ايه بس كتار ل 1200، 1200 كيس رد اسمه برحب 1200 ابيض الابيض اكيد. شي مرة اخذوه من عندكم ضغطوهم مثل الخشب يصيروا مثل الحطب؟ يعني بده كثير بايندينج ماتيريالز ما بيقولوا كرمال يلزق وهيك، واظبط عم بياخذوه هيك، صناعته كلها عم بتروح على الشوديرات. اوكي اغلبيتها هيك مثل ما هو اهون له ما يكون حطب يعني. جبنا كل هالحطب يلي عم بيطلع، عم جمعتون عم بتبيعون، بتقدروا تبيعون بزيت الموسم ولا دائما في كاسيد عم بضل عندكم؟ لا هلا هو اغلبيته الطلب عليه اكثر شيء بايلول اول شتويه. اوكي يعني بتاخذ تبع السنه اللي قبلها كلها بتشيلهم؟ صحيح نحن بنجمع شو فينا نجمع، واللي بده بيحجز بضاعه وبيطلب على الطلب، بنبيعها بكاس تقريبا 50 كيلو مثل هولي. نعم وبيروحوا على البيع. بتكون هون عملنا كل شيء، نظفت كل الجنينه، صح عم ترجع تبلش؟ نظفنا الجنينه من كل شيء، هو منه ويست يعني، نحن بنقول له ويست ويست كمصلحه كابيض بس منه ويست، لانه عم ترجع تقبض حقه وعم ترجع تعطوه. مين اكثر ناس عم تطلبوه؟ عم بيطلبوه البيوت كثير بيطلبوه، يعني الناس اللي عايشين بجبال مطاعم؟ اكيد بالجبال، اكيد بالجبال، بيرجع عندك المعامل، حتى معامل الحديد بياخذوه بحموا عليه حديد، ما بعرف شو السيستم. ومزارع عم تحكي اللي بدها تتفيا مثل بالجبال، مزارع الدجاج ومزارع البقر. يعني هون فينا نقول للناس اللي عم تسمعنا اللي عندهم مزارع بقر مزارع دجاج وما عندهم فكره انه هو اصناف بنقدر نستعملها او معامل الحديد، اللي بده يقلب بالمازوت لهيدا هيدا انسب شيء له، بيقدروا يتوجهوا على لعند حضرتكم يعني عبكاسين وبيقدروا ياخذوا. صحيح اصناف. احنا ونازلين شفنا حدا عم يشوي لحمه، فشفنا لقينا حد منه كيس كانه عم يشوي فيهم، ما بعرف اذا عم يعطيهم مع الفحم ولا هن كفحم عم يستعملوا. لا هو فيك تستعمله فحم، ما بضاين قد الفحم بس كثير نتيجته منيحه يعطي ريحه طيبه، بيعطي ايه مثل هيك فليفر كثير طيبه. وعدا عن هيك في هاي الاختراع اللي تشوفه كثير، روكت ستوف. اوكي هيدا استاذ له. اوكي ايه. يعني بتشوي المشاوي كلها على الجريل تقريبا بنص سطل من هولي. يعني انت ما تعذب حالك تروح تكسر حطب وتحط حطب وهيك، فشيء كثير منيح لانه المكنه يلي عم تجيبها كرمال تحول كل هال يعني. صحيح تقص الكوز وتشيل منه الحبوب، هي مكنه صنع لبنان بعتقد. هي مكنه صنع لبنان. وكيف عم تعمل؟ مثل ما دجا قلت لك هو تقريبا ستام واحد، نحن بنطلبها على ذوقنا يعني، بنروح على الحداد بنقول له اعمل لي 1 2 3 4 بنكون ركبنا المكنه. انا شفت عليها رسوريت وبتز وبيني كانه يعني كشكل بين شغل لبنان وكانتاج بين كانه شغل اوروبا. انتاج عظيم وكل شيء. يعني مش عم نقول انه شكل لبنان مش منيح، انه معمول لبنان مش منيح، بقول انه معمول بطريقه بحسها بدائيه بس انتاجها كثير حلو. صحيح ما بعرف اذا بتوافقني الراي 100%. شو بدك تعطينا نصيحه بعد للناس على النصيحه للناس؟ بس يعرفوا انت سنوبر مش اذا بتقول له حدا حقه اكس بيقول لك لا ما هالقد وما هالقد، هو شغله متعب يعني مثل ما حكينا وشرحنا. نعم. يعني شغله كثير متعب اكثر من شغل البطون يعني اذا بدك، اكثر من صبيه صحراء ويعني من الاحراش لغبرته لضجته لكل هودي بالموسم. اسم الله عندكم كميه كثير كبيره، تنجبروا فيها بوقت معين تشتغلوا بالليل وبالنهار؟ اكيد اكيد تفتحوا مسافه يعني ليك بسنوبر في شغله ما عندك نهار فرصه ان شاء الله عيد ان شاء الله احد ان شاء الله شو، بس تنزلك بموسمك خصوصي بالاحراش يعني بدك يوم من غيمه، مرات بيوم واحد شهر ثلاثه اذا اجى هواء شرقي وكثير قوي بيفتح هيدا وبفتح
على الشجره، بصير بدك تقليل بينشف يعني، بيصير اللي عم بيفرطوا من فوق بس ينزلوا من فوق لتحت بيوقع، بيروح كل الحبه هيدا الحب، الحب الموجود بينزل على الارض بتركض وراه. هون بنكون ستوب نحن فرط أوكي. فرط صنوبر من الشجره. منا هينه ابدا، شغل صنوبر شغل مضني، متعب منه، هين خطير وخطر. هيدي اهم شيء، انا شفناهم كيف عم بيطلعوا على الشجر، يعني يمكن معلق بحبال الهواء، هيدي الكلمه المضبوطه، كل فتره عم يوقع معلق بحبال يعني. الهواء، وان شاء الله ما حدا يوقع ابدا ان شاء الله يا رب. ما تستغلوا صنوبر، نحن مع انه يكون نازل سعره، بس كمان مع عرق جبينكم ما يروح هيك، لانه بعرف شفنا قديش في عندكم تعب، وقد ايه عندكم مكانات، وقد ايه عندكم مصاريف، قد ايه عندكم اكياس عمال، منا هيني ابدا. طبيعي. بدي اقول لك يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. عم نشد على ايدك، وبنقول لك هي مش اخر زياره لعندك. حبيبي الله. هيدي بدايه الزيارات لعندك، من بيت الزراعه على بيت الصنوبر. حبيبي الله. ميرسي كثير استاذ جاد. تشرفنا. الف عافيه. الله يعافيك. الله يخليك. استاذ جاد حب يعلمنا على كل شيء بالصنوبر، من القطف للتوضيب للشجره. هلا هون هالشجره الصغيره الحلوه الموجوده قدام مكسرته لاستاذ جاد، رح يفرجينا الحبة الصنوبر أو كوز الصنوبر قدي بضل عليها، والطرد الجديد والطرد القديم، وشو الطريقة نحافظ عليهم لحتى ما ينتزعوا. صحيح. السجاد. على وارد لحضرتك. حبيبي. وارد سمع السماعية الكوز بشوف جده على الشجرة. هذه هي الخبرية. لا بس هيدا بعض غيره بشوف جده. هلا هون المفروض يعني عندك سنة 2 3 يعني. صحيح. اوكي. هلا هون المفروض يكون في كوز للسنة الجاية انقطف، يكون اخذ حجمه بس بعده اخضر. اوكي. هلا ما بينقطف، هذا اللي بسموه الخيارة يعني. مزبوط، خيار السنوبر المفروض يكون هون. أوكي. هيدي هون شايفها؟ صح. هي كانت طردة مثل سنة الماضية. اوكي. عملت كوز للسنة اللي بعدها. ذكر. اوكي. هيدا اللي بيجي، هي اللي بتجي الحشرة بتاكلها. هيدي بتجي بتيبسها هيك مثل بتيبسها بتضلها. ما بتعمل تمرة ما بتكبر. نعم. وحتى برضه هيدي الطردة. هي تبع سنة الماضية. طردة. هي طردة السنة. هي السنة. صحيح. اللي براسها بتعمل كوز لسنتين بعد تضلها. هلا هيدا كوز براسه؟ لا هي منا عامله، مسبب منا عامله. في واحد لا مش هالسنه، السنه اللي بعدها. يعني هيدا بدنا نقطفه السنه الجايه؟ لا بدنا نقطفه السنه الجايه هون. اوكي. بس منه موجود، منه موجود. هيدا اللي بعده وهيدا اللي بعده. بترجع من هون بتطرد فيه مثل هيدي. طب اللي عم يطلع يقطف ما بيغلط يقطش له شيء بالغلط؟ لا ما في غلط، بيبقى اوطى الكوز منه، وبده يكون ينتبه ما يوقع كوز. ما يوقع كوز. صحيح. هلا هيدا الطرد اللي هون. أنا هيك الحين عم نفرج الاشياء الحلوه، من زمان كنا نشيلهم، سنيسلي كنا نسميهم نحن، كل ما طاب الجعفير تبع تبع السنوبر. هيدا طرد جديد، لك سبحان الله لونه شو فاتح، بتفكروا مثل لون الارز؟ ايه كثير اخضر، بتلاقي له هيدا اخضر، بس هيدا لونه على اخضر داكن. هيدا كان طرد مؤخر شوي عن هيدا. اوكي اوكي. هون ما ما فينا، ما في كويس بقى. لا هي بعدها صغيره يعني، بعد ما مش المفروض تعمل. سمت لها شجره قد ايه عمرها؟ هي طول تكبرت شوي ولقت شجره، عمرها 10 سنين هيدي. هيدي عمرها 10، يعني لحتى تكون عم نطلع انتاج منها بعد بدها 15 سنه. يمكن اقل شوي لانه هلا مشيت منيح، يعني اذا بتشوف الطردة هي كل سنه عم تطولهم هودي. اوكي. عم تحكي ب 50 60 سنتي عم تطول زيت الشيء كل سنه. طيب جد هيدي الشجره عمرها 10 سنين. اول تشحيلي لها امتى بتكون؟ يعني عملنا لها واحده من شي سنه. خفيفة. حسب هي شو بدها، مش انه يعني تطلع فيها على شكلها بتمرق يعني فيها تبقى صوريه 5 سنين على زيت القياس. كون بعد شرشه ما اخذ بالارض مزبوط، هي ما بتكبر. ايه هي ما بتكبر خلص تكون. هيدي هي طولت هيك، بس هيدي الوالد زرعها حبه، كنا هيك تركناها. اوكي. يعني الوالد بعده موجود اكيد. ايه الله يطول بعمره. حبه حبه يعني شيلها حطها وطلعت. كنا حكينا عن الحبوب، نقدر نشيل الحبوب، ننقعهم بالمي 24 ساعه، يمكن لازم نروحها مي شوي فتره بركي احسن، بعدين بنحط لهم تيرو، بنحط حبوب بقلب التيرو، ما لازم نغمقها كثير، وبنسقي مي بالجمعه مره او مرتين. صحيح. حسب بدها جمعه جمعتين مثلا، بدها يمكن شي شهر شهر ونص بتبلش تطرد. ليش ما بتعمل هيك مشتل صغير عندك؟ مشاتل بدها مي وبدها هيك، ومش كل شيء موفر يعني، وبدها مساحه. بتعمل سيستم ري بيسوى. ايه بس انه بدها كذا، لانه عندك كل شيء خصو بسنوبر، بعد عندك هالمشتل. صحيح. اللي بيجي لعندك يا بيشتريها بتقدم له اياها وبيزرع عنده. صحيح صحيح. فبتكون فكره كثير حلوه. هالكوز كثير عجبنا عن جد. هيدا لسنتين. هي لسنتين. صحيح. هون ما عم نلاقي لا توميكوس ولا حشرات. لا فيها شوي بلا، فيها حشرات بتيجي تبعولها مقورينا. عم نجرب نعالجها نشوف شو بيطلع معنا. يعني شجره كثير حلوه، لازم نكتر شجر صنوبر بلبنان قد ما فينا. قد ما فينا. قد ايه بدي اقول لك ميرسي على النهار الحلو وعلى المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وضلك بصحتك وضلك تنتج صنوبر وتكون صنوبراتكم موجوده بكل لبنان. ميرسي لك استاذ جاد، وميرسي للجميع تعبناكم معنا اليوم. فرضا فرضا. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم. ميرسي. بيت الزراعة بأنطلياس وبرنامج العوافي، ومثل ما عودناكم عم نبرم بكل لبنان.
حرام ما تزوروا منطقة بكاسين، هالضيعة الحلوة، هالمنطقة الغير شكل، بنصحكم تيجوا عليها. صورنا حلقتين كتير حلوين، حكينا عن صنوبر، حكينا عن مشاكل أشجار صنوبر، عن الحشرات اللي عم تفتك بصنوبر، بس كمان ما بقدر لكم شو هالمنطقة الحلوة، شعبها ناسها غير شكل، باستقبالهم غير شكل. فيكم تعملوا كتير أصناف رياضة فيها، في محلات فيكم تناموا فيها بالطبيعة. زوروا منطقة بكاسين حلوة كتير. هون بدي أقول كمان مرسي كتير لروبرتو كا روبير خليل على مسابرته معنا، عم بيقدم لنا تياب، عم بيقدم لنا كل العدة اللي لازمة ببرنامج العوافي. بنقول له مرسي كتير لروبير خليل، روبرتو كا بمنطقة الدورة، زوروا وما راح تندموا. مرسي كتير، بنشوفكم.